صباح الخير. اليوم معنا سميرة كيلاني، ودائما بيكون فيك بعض القضايا والأمور غير المحلولة اللي ما بنعرف نلاقي الأشياء العملية بحلها من الجذور. دائما سميرة في الخدمة وعندها أفكار حلوة. صباح الخير. صباح سميرة. الورد. صباح الورد. أهلين. يعطيك العافية ست سميرة، أهلا وسهلا. يعني عفوني على الحيطان، بجوز من الأشياء اللي فعلا مزعجة مثل ما حكيت دانا، كثير كثير صعبة. هلا نحن بنحاول نعالج الرطوبة. مزبوط. والرطوبة الكل بيعرف، يعني كل المتمكنين في الموضوع بيعرفوا إنه الرطوبة مستحيل تنحل إلا إذا حليتي الأساس، السبب تبع الرطوبة. فبيكون في مثلاً مي على السطح، بيكون في مي من مصدر معين عم بسرب، فبصير في رطوبة في الحيطان. مزبوط. فقد ما اشتغلت على الحيط مستحيل تروح إلا ما ترجع، إلا ما تعالجي السبب. بالضبط. العفونة نفس الرطوبة ولا لا؟ هلا العفونة بتكون مرحلة أكثر من الرطوبة. يا سلام. يعني مرحلة متقدمة. أعفى. شيء يعني أعوص أكثر. فطبعاً هاي أخذتها لازم أرجع. هاي السفرة تبعت. عشان نطلع المنظر مرتب. هلا طبعاً زي ما حكيت هيثم، هاي النقطة كتير كتير مهمة. هلا الناس ببلشوا بدهم يعالجوا العفن وبدهم يقيموا المظهر العفن، وما بيعالجوا السبب الرئيسي او يعرفوا شو ليش هو عم بطلع. زي ما حكيت هلا في ناس مثلا بتكون الاسطوح عندهم مش معزول، في تسريب مي بالحيطان، ممكن بيكون في مزراب ورا الحيط، صح. ممكن هاي الغرفه تكون كتير مكتومه ما بتتنفس، صح. هلا في طبعا العفن بدنا نحكي عنه انه هو كائنات ميكروسكوبيه، يعني شيء ما بنشوفه بالعين المجرده، وهي كائنات حيه. بالحقيقه هي زي الفطر بالضبط، هي فطر. هلا هاي الكائنات كيف بدنا نعالجها؟ هي بتصير لانها بتحب رطوبه، يعني محل ما في عفن بيكون في رطوبه. نعم. احنا بدنا نقضي على الرطوبه عشان ما نخلي العفن يصير. هلا العفن الرطوبه طبعا بالبيت بتصير بسبب التبخر. حكيتي سميره سوري، محل ما في رطوبه في عفن ولا بالعكس محل ما في عفن في رطوبه؟ محل ما في رطوبه في عفن. الرطوبه يعني هي البيئه الخاصه بها، يعني العفونه رح تطلع من الرطوبه. بالضبط. الرطوبه اذا الحيط ناشف مستحيل يطلع. ما بيطلع ابدا. اوكي. فهلا في كتير شغلات عم بتصير عندنا في البيت، ممارسات غلط هي اللي عم بتخلي العفن يصير، غير انه مثلا بيكون في تسريب وكذا. بتقول لي انا بيتي معزول وما عندي تسريب وما عندي شيء، كل شيء تمام، عم بيصير عندي عفن، شو السبب؟ هلا في شغلات احنا بنسويها بالبيت، مثلا الطبخ. هلا احنا لما نطبخ ويطلع البخار لازم احنا نغطي الطناجر. اول شيء احنا رح نمنع البخار انه ينتشر، ثاني شيء بنخلي الاكل يطبخ اسرع. الملوخيه لا الملوخيه ما بتتغطى. هاي بنمرقها. واحد صفر. بس اجمالا مثلا عم تعملي شاي، عم تطبخي شغله، بس العفن وين بده يتشكل؟ قصدك على سقف العفن بيطلع فوق. سقف المطبخ. هلا وفي عفن يعني سميره، في هلا يعني حتى اللي بالمطبخ ما عندهم شفاط، الشفاطات هلا متوفره، ممكن يركبوها ورخيصه على فكره. يعني بالزبط. صار في طرق كتير 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 عمليه للشفاطات. بالزبط. يعني هي بس حفره في الحيط وشفاطه وشفاط واحد فوق، شفاط بسحب الهواء، صار سهل الموضوع مو صعب. حتى في كمان اجهزه بتنباع عشان تسحب الرطوبه الزايده من البيت. يعني هو التبخر احنا اخذناها زمان بالعلوم انه بيطلع بخار الماء وبيلاقي سطح بارد بتكاثف وبرجع بتحول لمي. أوكي. هذا اللي بيصير عندنا بالبيوت. وخصوصا ليش بفصل الشتاء بالذات؟ تهويه. ايوه بالضبط، لانه كمان برا الجو كتير بارد وبيوتنا مدفيه، فبيصير في تكاثف. هلا لما تحسي انت انه شبابيك البيت عندك كثير عرقانه، هي بنقولها بالعاميه عرقانه، معناته كثير في عندك رطوبه في البيت. هلا زي ما حكينا الطبخ من الاشياء اللي بتسبب، كمان الحمام. بالضبط. الشاور. هلا زي ما تفضلت هيثم لازم يكون في شفاط، اذا ما في شفاط لازم نفتح احنا باب الحمام بعد ما يخلص الواحد حمام، يفتح الشباك يفتح الباب عشان الهواء يتغير. بس تعرفي اصعب مناطق عند المحل الحمام، سواء بانيو او شاور بوكس، هناك بيكون في تجمع. بالزبط. هلا رح نحكي كيف نقيمه. بالضبط. كمان على السقف وبين السيراميك. الشغله كمان اللي كثير غلط بنعملها انه احنا بننشف الاواعي الغسيل جوا البيت. احنا لما هلا طبعا لانه الدنيا زي يوم ماطر، زي اليوم مثلاً. زي اليوم مثلا هلا تحاول ست البيت انها تخلي، يعني مرق كم يوم كثير شمس حلوه، يعني كان ممكن نستغلهم بتشميس البيت وفي نشر الغسيل وكل شيء. لانه احنا اذا حطينا الغسيل، يعني العيله من ست افراد خلينا نقول، اذا خلينا الاواعي تنشف جوا البيت احنا بهاي الحاله عم نخلي 7 لترات مي طايره بالهواء.
طب هاي وين بدها تروح؟ صح. هاي رح لازم تلاقي محل عشان تقعد فيه او احنا بنطلعها، يعني لازم نفتح الشباك. حلو. طب خلينا شو رايك ننتقل مشان الوقت عم بحكوا لنا مشان توقيت ننتقل للحلول. بالضبط. هلا الحلول طبعا احنا لازم بالحمام دائما نخلي عندنا سلات تكون مخزقه عشان لما نحط فيها الاشياء ما تحوش مي، لانه صح. تحويش المي معناته سوري معناته احنا بلاستيك احسن. بلاستيك احسن. في انواع حديد بس بتصدي. هلا كل شيء منتجات للشعر عندنا شامبو بلسم اي شيء نقيمه عن حفاف البانيو ونحطه في سلة ومحل ناشف عشان هاي بتكون بيئة خصبة جدا لتراكم العفن، فنقيمها ودائما عشان نكون شايفين كل الأسطح قدامنا. كمان البشكير اللي بنتحمم فيه برضه كمان ما نخليه بالحمام لأنه رح ينشف جوا الحمام. نحاول بس الواحد يخلص حمامه ويطلع منشفته برا ينشرها وأكيد هي رح تنغسل. كم مرة في حياته حدا حكى لك نفسنا نشوف بيتك؟ دانا دائما بتحكي لي بجوز مليون مرة خلال شغلك. لازم تعملوا قبل ما يصير أي شيء. إيش بده يصير مستقبلي؟ لا بشكل عام لازم أزور بيتك. لا ونصور. خلص نصور فيه. طبعا. أوكي. طبعا إن شاء الله نزورك زيارة ان شاء الله. هلا في كمان هدول موجودين في كل المحلات يعني، بس نخلص احنا الحمام ممكن بنمشيهم على السيراميك تبع المطبخ الحمام عفوا، فاحنا هيك بنخليش رطوبه تضل وتزيد وبنقيم اكبر عدد ممكن من المي ومن الرطوبه. بالضبط. هلا في طبعا الناس بيستعملوا شو بيستعملوا الكلور، بيستعملوا الكلور وبلشوا. انت الكلور ما بتحبيه؟ لا انا ابدا انا ضده يعني 70% خففت استعمال الكلور بحياتي. قرات هذيك اليوم دراسه تذكرتك انه احنا لما يكون في زنخ او دسم في الاكل بنحط مع دواء الجلي كلور. كلور والكلور رح يجي على الادوات اللي عم ناكل فيها كثير خطير. بالزبط. يعني احنا عم ناكل بالاخر تراكمات كلور، فحكيت معها سميره ما نستخدمه. وحتى لو تعقيم الخضروات احيانا بحطوا نسبه كثير خفيفه بالكلور. هلا حتى احنا بندير الكلور مع دواء الجلي فاهم قد ايه مباشر الخضروات بكلور احيانا. هذا الكلور بيكون خاص ومخفف يعني بيكون زي فود جريد معمول خاص. حتى احنا ميتنا فيها كلور بس احنا حتى نحمي حالنا لازم نخفف قد ما نقدر. احنا عندنا الخل بديل رائع ورخيص وكويس ورخيص وبالناس نستعمله لانه كثير ممتاز. هلا الكلور شو بيصير؟ انا زي ما حكيت انه العفن هو عباره عن ابواغ وبتكون كائنات حيه. احنا لما نرش الكلور احنا بس بنقيم لون العفن بس ما بنقيم العفن من اساسه، فرح نعمل تركيبه اليوم كثير ممتازه وصديقه للبيئه طبعا ورخيصه هاي لازاله العفن. لازاله العفن. هلا انا حاطه فيه كنت زيت. طيب هلا رح نجيب خل، هذا طبعا ليمون او قشر بردقان وكلمنتين محطوط بخل. انا هذيك المره جبت قشر بردقان ليمون. هلا بنجيب قشر بردقان عشان ننكه الخل. الخل وبرضه بناخذ زيوت الطياره اللي موجوده داخل داخل البردقان، فراح نحط تقريبا قد ايه الكناقعه مثلا الخل. هذا صار له يومين تقريبا منقوع. انا دائما عندي بنقعهم على كاونتر المطبخ لاني بستعملهم بالتنظيف كل شيء. هاي اذا بدك تشم ريحته كمان كثير حلوه. هلا بنحط تقريبا كاستين من الخل وراح نحط هذا كثير بخفف من ريحه الخل الاوليه. بخفف كثير. وراح نحط تقريبا معلقه صغيره من زيت شجره الشاي. زيت شجرة الشاي طبعا هذا إشي رائع للبكتيريا للفطريات وكتير صديق للبيئة وبنفس الوقت بيعقم جو الغرفة. يعني الناس اللي عندهم أزمة اللي عندهم تحسس ممكن يحطوه في مبخرة. اوريدي حسيت ريحته كتير ممتازة. بركي ليوم هيك بحكي لكم عنه بالتفصيل. أنا عملت عنه حلقة على فكرة. نعمل فيه كنت معك تبخيرة. تبخيرة طبعا حاسس انه ممكن ريحته رائعة. نعمل تبخيرة مع بفتح الـ بفتح الـ انا صار لي اسبوعين مرشح فكرة. لا هلا ان شاء الله بكره بصير زي الاحسن برشح. نعمل تبخيرة. كل تبخيرة فيها خير. كل تبخيرة فيها حلو حلو. إذا حطينا كاستين خل وحطينا تقريبا معلقة صغيرة من زيت شجرة الشاي وراح نحط 10 نقط من زيت البردقان. برضه زيت البردقان كمان كثير رح يساعدنا بهاي الخلطة إنه كمان نقضي على العفن. خل التوم دخلك بتعرفيه؟ خل التوم طبعا معروف. طيب صحي؟ طبعا ممتاز. شو بعمل؟ بس خلي التوم. هلا التوم اصلا هي انتي بايوتيك، هي مضاد حيوي. ريحته طيب حلوه؟ لا ريحته كثير قويه. ريحته قويه كثير قويه. بركي ليوم نحكي لهم عن التوم الاسود كمان. دخلت على الصيدليه هذيك المره مش عارف دخلت على الصيدليه شفته اشتريته مش عارف اشتري بنادول. هلا اكثر هم ممكن نستعمله للسلطه شفته هيك قدامي بحكي بدون سبب بدون ولا سبب. انا عندي هاي موضوع التسوق العشوائي. طب اعطيني فايده اعطيه فايده يستفيد. ممكن تحطها على السلطه بس ما انا شفت مكتوب عليه انه مع
مي، انه بكاسه مي 10 نقط في كاسه مي قبل الاكل. قبل الاكل ممكن تضمن ما حدش يقرب عليك لبقيه النهار. اسبوع زمان تضمن انه ما حدش يلمسك. واقي من الناس. بالضبط، درع واقي. تمام. هلا احنا بدنا نرش محل العفن، وبدنا ننتبه على شغله كثير مهمه. لما نرش اي شيء عشان ننظف الحيطان ما نمسح، بدنا نفتح الشبابيك والابواب ونهوي عشان نخليه ينشف بشكل طبيعي، لانه احنا بمجرد ما مسحنا العفن احنا نشرناه. فبتقولي انا بنظفه بعمله وانا مسحته انتقل لكل البيت، فانت بهاي الحاله نقلتيه، انت بهاي الحاله انت كانك زرعتيه، لانه هو فطر يعني هيك كائنات حيه. بنطخه طخ بانه بنطخه. بالضبط. احنا بدنا نطخه بزيت شجره الشاي يعني. طيب. احنا هيك بنقضي عليه. فلما ترشوا افتحوا الشبابيك، خلوا البيت يتهوى وينشف، بعدين اي فوط او اشياء استعملتوها تخلصوا منها. اوكي، يعني استعملوا شيء قديم لحتى تمسحه، بس يكون طبعا نظيف. اسمعي انت اللي اعطيتيني اياه السبراي لما حكيت لك عندي عفن بالشاور بوكس، لساته موجود؟ بيكون خرب المفعول؟ لا لازم تجدديه خلص. كل قد ايه؟ يعني كل اسبوع انا بعمل خلطه جديده. هلا كمان عشان نحمي، نعمل زي وقايه من العفن، ممكن احنا بالحمام نعمل بخاخ، نحط فيه شويه مي وكم من نقطه من زيت شجره الشاي، ونرش زي اجراء وقائي عشان ما نسمح للعفن. تمام. انه احنا نذكر ايش حطينا. الخل، حطينا كاستين خل ومعلقه صغيره زيت شجره الشاي وعشر نقط من زيت البرتقال. زيت البرتقال بصير نرش على حالنا منه. هاد ديودرون، في ناس على فكره بيستعملوا ديودرون زيت شجره الشاي. عن جد؟ بس البرتقال مش ضروري صح؟ مش ضروري، ممكن نحط زيت. يعني احنا الشيء الاساسي عم نحكي عن خل، الخل وزيت شجره الشاي بقاوم العفن. هلا في المراحل المتقدمه كثير ممكن نستعمل ماده ثانيه اسمها هيدروجين بيروكسيد، اللي هي ماء الاكسجين. هاي برضه ماده قاصره بس طبيعيه وكثير صديقه للبيئه. في المرحله الثانيه ممكن نحكي عنها. طيب اخر نصيحه عشان انتهى الوقت. اخر نصيحه بس، هو بيوتكم كتير منيح. هذا منشفة الحمام. بس عشان ما انسى التب اللي بدي احكيها. لازم نهوي البيت بشكل كتير منيح. حاولوا ما تنشروا الاواعي جوا البيت، حاولوا برا. اصلا الاواعي لازم تتشمس يعني. حتى جوا البيت لما تنشفيها بتحسي لستريحتها مو صح. كويسه. وحاولوا تحطوا شفاط. وما في ما في شفاط، افتحوا الشبابيك والابواب ولازم البيت يتهوى. هلا في حاله في رطوبه برا زي اليوم شتاء، حاولوا ما تفتحوا الشبابيك لانه راح تفوت الرطوبه من برا. بس يعني افتحوا هيك نص ساعه لما تكون الاجواء منيحه ومش مسوي مهويه نفتح البيت. بالضبط. وحتى وانتم نايمين، لانه كمان يمكن الشخص البالغ العاقل تقريبا 4 كاسات مي بال24 ساعه بيطلع منه نفس. تمام. هذا برضه بياثر. فافتحوا الشباك وانتم نايمين اذا الطقس. احنا راح نكمل لانه في اشياء لسه ما حكينا عنها، بلكي بحلقه قادمه ان شاء الله. شكرا سميره.